دكتور جلال، دكتور جلال، 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 جلال. أحب حضرتك ترابيزة تانية؟ لا أبدا، هنا كويس. حضرتك بتدوري على حد؟ لا أبدا، بس الظهر لسه بدري على ميعاد الغدا. احنا تحت أمرك يا فندم. شكرا. صادق، سيرفيس هنا واقع. حاضر. اسمك صادق؟ أيوة فندم. بتشتغل هنا من زمان؟ من حوالي 3 أشهر يا فندم. بس مش فاكره شفتك فين قبل كده. فين يا فندم؟ انت كنت بتشتغل فين؟ انا كنت في كازينو قصر النيل. انا احيانا كنت بقعد هناك، مش فاكرني؟ متاسف، ما خدش بالي. وبقالك كتير بتشتغل جرسون؟ مش كتير قوي يا فندم. قد ايه يعني؟ يعني عن اذن حضرتك لحظه واحده بس. التليفون فين من فضلك؟ التليفون قدام على الشمال. متشكر. الو، اسماعيل بيه من فضلك، قول له يكلم النادي. الو، ايوه اسماعيل بيه. لا لا لا، نادي ايه؟ انا الدكتوره ليلى. الله يسلمك، انا لقيت الدكتور جلال. بتقولي ايه؟ فين؟ فين؟ مش معقول. طب انا جاي حالا. الو، فين المطعم ده؟ عارف. طيب هو فين دلوقتي؟ تشوف بيشتغل جرسون. كلمتيه؟ طبعا. قالك ايه؟ قال ان اسمه صادق. صادق يعني مش جلال؟ امال نادهالي ليه؟ عشان تكذب لي عينيا ووداني وتقول لي اذا كان صادق ولا جلال. صادق طبعا. ايه اللي يخلي دكتور يشتغل جرسون؟ ممكن يا اسماعيل بيه. لا مش ممكن، لازم واحد شبهه. من فضلك اوعى تغلط وتقول له يا جلال. ليه؟ بعدين افهمك. تحت امرك. لو سمحت السيرفيس هنا بسرعه. حاضر. اصل عمي ميت من الجوع، مش كده عمي؟ ايوه، انا اصلي رياضي قديم وبجوع اوام. انا كنت بلعب كوره مع الجندي ومدكور. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا فندم مش غاوي كوره خالص. هو جلال. Thank you.
انا جايب لك مفاجاه هايله. ايه هي؟ دلوقتي تشوف. اهي. لحظه. زينب؟ نعم. امال فين الست؟ الست في الحمام. محدش كلمني في التليفون النهارده؟ نط عند حضرتك. طيب. اهلا يا امي. انا اسف ما قدرتش افوت عليك النهارده، عشان كده جبت العصايه وحاضره بنفسي بيها. عصايه ايه يا جلال؟ ده انت كبرت وبقيت دكتور قد الدنيا. يا سيدي انت مش فاضي، ابعت لي هشام. تحت امرك يا ست الكل، هشام وابو هشام. لا والله ايناس موجوده في الحمام. الله ينعم عليك. موجود هشام، تعال كلم تيتا قول لها ان احنا هنزورها يوم الجمعه. اهلا يا تيتا. ايه هنزورك؟ هنزورك يوم الجمعه ونجيب لك معانا بسبوسه. قول لها مع السلامه. مع السلامه. يلا طيب، مع السلامه يا امي. مع السلامه. زينب قولي للست اوام، هموت من الجوع. يلا حبيبي. يلا ست. يلا يا سخنة يا بابي. اوي اوي اوي. رب. رب. هات الموجه من الشاشه. انت حرام الكفته. انت وادي حرام الكفته. انت كفته. انت كفته يا موجه. انت كفته. انت كفته. ايه ده يا دكتور؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ احنا معلش، احنا كنا بنلعب استغمايه. انا قلت 100 مره اذا كان ولا بد تلعبوا يبقى تحت في الجنينه. فعلا احنا غلطانين، مش كده؟ احنا غلطانين. انا متاسف. وانا كمان متاسف. احنا غلطانين مش كده؟ الظاهر كده. انا هروح اصالحها. انت زعلانه؟ اوعدك بعد كده مش هلعب استغمايه. انت مدلع الولد قوي. اعمل ايه؟ بحبه. مش للدرجاتي. انت غيرانه منه. نعم. ولا تزعلي، انا مستعد دلوقتي اقفل الباب وادلعك انت. جلال. على بالي الكفته ما تبرد. وبعدين معاك. هاتي بوسه الاول. تسمح تخرج بره؟ حاضر، بس اعملي حسابك الليله هخلص العياده بدري. انا تعبانه. نشرب كاس النبيت. لا. حرام عليكي، بقالي شهر ما شربتش نبيت. تصعب عليا قوي لما بتتمسكن. ده انا مسكين وشقيان. طب خلاص هنشرب نبيت. مين؟ انت لسه بتصالحها؟ ايوه. طب قوم احسن الكفته هتبرد.
الاباجور اللي عندك. نور الاباجور اللي عندك. ايه الجواب ده؟ وصل النهارده الصبح. جواب ايه؟ من لندن. افتح، يمكن في حاجه مهمه. اهم من اللي احنا فيه. مش هياخد منك دقيقه. دقيقه دلوقتي؟ لا تمام. يوه افتح بقى يا جلال الله. ده من لندن كاني كنت عارفه اللي مكتوب فيه. طالبيني تاني وبالحاح وزودوا المرتب. وايه رايك؟ في ايه؟ تروح تشتغل في لندن. طيب نتكلم في الحكايه دي الصبح. هتقول اه ولا لا؟ ما انا قلت قبل كده لا. لا ليه؟ عايزه افهم. لا انا ناجح جدا في شغلي. هناك هتنجح اكتر. ايش عرفك؟ انا شايفه كده. انت شايفه غلط وانت صح. انا ادرك ظروف عملي ومستقبلي. خلاص نقفل الموضوع ده. طيب قدامنا شهر بقى على ما. على ما ايه؟ ولا حاجه. طب انا جاي حالا، اعملي اللازم على ما اوصل. اشمعنى ليلى هي اللي بتكلمك؟ اولا لانها المساعده بتاعتي، ثانيا هي نبطشيه الليله، وثالثا الحاله عسره والست في بطنها اتنين. مش تسمع كلامي وتسافر لندن اريح لك؟ انت عايزاني ابعد عن مصر لاسباب تانية. زي ايه؟ متاسف ما عنديش وقت، الست فيها الطلقة. في عيل تاني؟ مش خلاص يا بنت والحمد لله. لا لسه في العيل الثالث. ثالث؟ ثالث ايه؟ لا مش ممكن، الدكتور لازم غلطان. ثلاثة؟ مستحيل. هي ميتي كلها كام؟ وحياتك يا بنتي، قولوا للدكتور كفاية كده. هو بيده يا أستاذ؟ قولي له اقفل ومالوش دعوة هو. يا ناس يا عالم، ثلاثة وأربعة يبقوا سبعة، سبعة يا ناس يا عالم. ده لسه في كمان. الله حي، الرابع جاي. الأطفال يتنقلوا الحضانة. حاضر يا دكتور. سميحة، أنت شغلتك الأطفال وبس. ما تنقليش من جنب الحضانة، واعملي نبطشية مع كاملية. حبيبي الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك. تولدي خمسة ليه؟ شايفة اللي تتحسني؟ شد حيلك يا راجل. وأنت يا دكتور بتعمل فيها كده ليه؟ هو أنا اللي عملت يا أخي؟ ما أنتوا الحق عليك، ليه الست ما بتمنعش؟ غلبت يا دكتورة، أقراص وما أشبه، مفيش فايدة. امنع أنت؟ إزاي؟ لا بعدين أبقى أقول لك. مبروك يا جلال، اظن ايناس مزقططه. دكتور جلال موجود؟ الدكتور مش موجود. طب من فضلك لما يجي قولي له مدام فوزي بتقول لك مبروك. الو، من فضلك عايزه اكلم الدكتور جلال. الدكتور في العياده. وزي ما بيقولوا ورا كل رجل ناجح امراه عظيمه. فعلا هي طول عمرها كانت عظيمه. كانت بطله الجمهوريه في التنس و
وكانت عزفت بيانو ممتازة. ونسيت السباحة؟ أيوة فعلا، هي كمان كانت بتستعد لعبور المانش. أنا لو كنت عديت المانش، وأكيد كنت عدي، كنت ضربت أكبر رقم قياسي. بس يا خسارة بقى، جي جلال وشدني من المية واتجوزني. قبل ما اتجوز كان كل يوم ليا صورة أو ريبورتاج، مش بس في مصر، لا في العالم كله. ويا ترى بقى كان شعورك إيه لما سمعت إن الدكتور جلال أجرى عملية ولادة لخمس توائم؟ في الحقيقة شعوري كان عادي جدا، جلال ما عملش معجزة ولا حاجة. ده تواضع ولا إيه يا فندم؟ لا أبدا، دي صراحة. هو ولد عيل اتنين، وبعدين كان كل ما يفحص ست يلاقي عيل يروح منزله. لما خلصت العيال خلصت العملية. ولا إيه يا جلال؟ كده برضه. يعني لو كان دكتور مبتدئ كان قدر يقوم بالمهمة الصعبة دي؟ بتهيألي. ولا ايه يا جلال؟ ممكن. دكتورة ليلى، ايه رأيك في الكلام ده؟ الدكتور جلال انسان عظيم جدا، وسر نجاحه التواضع الشديد. العملية يمكن تبدو بسيطة، لكن الام اللي ولدت خمسة صحتها كانت ضعيفة جدا، وتعرضت للموت اكتر من مرة في اوضة العمليات. لولا يقظة الدكتور جلال، ولولا ايمانه واخلاصه، وعملية زي دي ما بتنتهيش في أوضة العمليات. الدكتور جلال قعد أيام وليالي سهران جنب الأم والأطفال، وتاريخ الطب بيقول إن الأم ممكن تولد أربعة أو خمسة، لكن نادر جدا إن هم يعيشوا بصحة جيدة. لسه يا ماما. يلا يا حبيبي عشان تنام. مش جايين ننام. زينب خديه. يلا. عبد العزيز اديني الدكتور اوام. نزل امتى؟ طب متشكره. بابي جه، بابي جه، بابي جه. اهلا هشام. اهلا حبيبي. انا شفتك في التلفزيون يا بابي. كده؟ هو اتذاع امتى؟ خلص من شويه، كنت كويس قوي يا بابي، والدكتوره ليلى كانت حلوه خالص. انت مش هتنام يعني؟ ادخل نام يا حبيبي. تصبح على خير. هي ليلى قصدها تسافر رأيي؟ ليه لا سمح الله؟ أنا قلت الحكاية كلها حظ. أه مظبوط. أمال ليه بتلغي كلامي؟ أهو ده رأيها؟ يعني تكذب؟ لا هي ما كذبتش، هي قالت اللي حصل بالظبط، واللي أنا شخصياً ما رضيتش أعلنه في أي مناسبة. مساء الخير. هي إيه بتحبك؟ نعم. انت سمعت السؤال كويس. هي عارفه اني متجوز. وزينا؟ واني عندي ولد بالدنيا كلها. اه، يعني الولد هو المانع الوحيد. مانع من ايه؟ ما تفكرش اني بغير عليك. انا ما بفكرش بحاجه ابدا. انا بحافظ على كرامتي. يا ستي والله كرامتك محفوظه جدا. البنت دي تسيب المستشفى. بنت مين؟ اللي اسمها ليلى. اه بس دي دكتوره زيها. تبقى انت تسيب المستشفى. على فين؟ معرفش. طيب انا عندي فكره، ايه رايك اسافر لندن؟ انت بتتريق؟ هتشوف. هتسيب البلد يعني هتسيب البلد. انت واثقه من نفسك زياده عن اللزوم. انت فاكر طبعا انا اتجوزتك ازاي؟ قلت لوالدك بابي انا عايزه اتجوزك ورفض وصممتي لحد ما نفذت اللي في دماغي. كان ليه ده كله؟ كنت عاجبني. عشان كنت دكتور صغير حته طبيب امتياز في القصر العين. انت متضايقه عشان انا بكبر، عايزه تفضلي طول عمرك انت الاكبر والاشهر. اسمعي، لما هبقى اكبر دكتور في البلد انا برضو جلال ابن الحاج متولي، وامي لسه ساكنه في المنيره. ده انا جوزي كنت ام ابني. بكبر لمين؟ بشتغل ليل نهار. انا بقالي 24 ساعه لسه واقف على رجليا، ما عادش لحد دلوقتي. ايه
حد ليه تتضايق تغضب تزعل اضحك دايما وافرح والعب يلا ادخلنا تصبح على خير شهور وعايزه انزل الجنين حاسه بتعب ولا حاجه؟ لا لكن ضروري انزل متاسف ده ضد القانون ما اقدرش الا اذا كان استمرار الحمل فيه خطر عليك مين اللي مش عايز؟ انت ولا جوزك؟ هو عارف انك حامل؟ هو اللي مصمم انه ينزل؟ يبقى خلاص مفيش مشكلة أنا بحب جوزي ومش عارفة إزاي خنته لأول مرة ولسوء حظي حصل حمل من يومها وأنا حاسة إن الجنين جمرة نار بتحرق في جسمي وأعصابي أرجوك يا دكتور أرجوك تريحني منه أنا ممكن أخليه وجوزي ما يعرفش لكن أنا عارفة مساء الخير يا ناس اهلا يا جلال اهلا يا عمي اهلا اهلا كل سنه وانت طيب وانت طيب يا حبيبي اهلا يا جلال اهلا مساء الخير مساء الخير اهلا ازيكم جميعا اتفضل لا مؤاخذه يا ناس اتفضلي كملي معلش كفايه كده ايه ناس طول عمرها كده لما تقول كلمة هي الكلمة لما كانت طفلة صغيرة وتعوز لعبة مثلا تروح متمرغة في الأرض ومفرهضة من العياط لحد ما نجيب لها اللعبة وبعدين تكسرها بعدين في ساعتها وحياتك انت بتبالغ قوي يا بابي سكوتي ده انت كنت مغلبانة الله يكون في عون اللي عاشرك بتخليك معايا يا جلال بالعكس الناس لطيفة جدا ما بتشربش ليه؟ معلش مش عايز مالك؟ لا سلامتك ايه صحيح؟ اسمع يا جلال الليلة دي عيد ميلادي عقبال 100 سنة ان شاء الله ورحمة مامة إناس ان ما كنتش تقول مالك ما انا طافي الشمع ولا واكل من التورتة ولا لا ابدا يا عمي مفيش حاجة اصل في واحدة جاتني العيادة وربكتني خالص طب ما تربكنا معاك هي ست حامل طلبت مني انزل لها الجنين رفضت طبعا اتضح انها خانت جوزها وضميرها بيعذبها وليه ما رضتش تنزل الجنين ما انت عارفه ان ده ضد القانون يعني تخلف ويفضل الطفل ينغص عيشتها والله هي تستاهل بقى طب والزوج ذنبه ايه ما هو الزوج مش هيعرف مش هيعرف وهيعرف ازاي من شكل الولد مش شرط ان الولد يطلع شكل ابوه افرض يا دكتور ان الزوج شك مجرد شك ما يقدرش يوصل للحقيقة ازاي؟ التحليل لا يؤكد ابدا انك ابو ابنك لكن ممكن يؤكد انك مش ابوه نفرض ان فصيلة الام طلعت او والولد ايه لو كان الاب ايه يبقى محتمل يكون ابوه ويحتمل ليه بقى؟ عشان في رجالة كتير غير الاب فصيلة دمهم ايه مفهوم الدم وإذا كان الأب يطلع أو الأب أو والطفل إيه يبقى قطعا مش أبوه يعني مفيش أب يقدر يتأكد من أبوته لأولاده الله أكبر يعني إحنا أبهات كده سبهللة يا عمي دي مشكلة خالدة الأب الوحيد اللي تأكد من أبوته لأولاده أبونا آدم لأنه ما كانش في راجل غيره على وجه الأرض إذا كل راجل عايز يريح دماغه يفترض إن مراته مخلصة أقول لكم
نقوم نتعشى بقى. اتفضل. اتفضل. دكتورة ليلى على التليفون. طيب حاضر. طبيبة حصلنا. حاضر. ايوه دكتورة ليلى. طب انا جاي حالا مسافة السكة. مع السلامة. على فكرة يعني اللي هو كان طرح الموضوع ده لك. ايوه. متأسف يا اسماعيل بيه. في حالة مستعجلة في المستشفى. كنا عايزينك تطفي الشمع معانا. معلش هنا عيد ميلاد وهناك عيد ميلاد برضه. كل سنة وانت طيب. انت طيب. هرجع لك عشان نبقى نروح سوا. على اذنكم جميعا. مع السلامة. مسكين. مش جلال؟ لا. أبو الطفل اللي هيتولد. دلوقتي تلاقيه رايح جاي قلقان بيشرب سيجارة من سيجارة وهو مش عارف إذا كان الولد ابنه ولا لأ. الولد إيه وهو أوه، الولد أوه وهو إيه، أوه إيه، أوه دي حاجة تلخبط بقى. شيء طبيعي. بس يعني حضرتي نقل دم؟ جاهز. انت ساعدتيني في الحاله دي عشرات المرات. ايوه يا دكتور بس وجودك مهم. لسه مش واثقه من نفسك. دي اول مره بقى. في اول مره لكل حاجه. يلا على طول عمليات. ما تحلقيش فيا كده الثواني دلوقتي يا تمام. دي حياه ام وحياه جنين. يلا مستنيه ايه؟ حاضر. وزي ما قلنا كتير كويك ان اند كويك اوت. تفتحي بسرعه وتطلعي العين بسرعه. واقفل بسرعه. يلا انا منتظر بره وعايز اسمع صريخ العيل حالا. ربنا معاك. الو مساء الخير يا فندم. لا دي الدكتوره ليلى هي اللي جوه في العمليه. الدكتور جلال؟ لا ده قاعد مستنيها بره لما تخلص. في العملية طال انتظارك. لما خرجت ما قدرتش تحوش اعصابك. حضنتها وبوستها. ده من وجهة نظري. لكن الحقيقة اني غلطانة وانت حر في تصرفاتك. انا تصرفاتي سليمة ولازم تفهمي كده كويس. من غير زعيق. الدنيا ليل والولد نايم. ما تقلع هدومك ويلا ننام. بتقولي ايه؟ انا سامحاك. مفيش زوجة في الدنيا تشوف جوزها بيبوس واحدة تانية وتبقى اعصابها بالبرود ده. انا بحافظ على بيتي. تعيشي معايا وانت معتقدة اني بخونك؟ عشان ابني هشام. ما تقلع هدومك. طيب لو عكسنا الموقف وكنت انا اللي شفتك في الوضع ده. بخونك يعني؟ مثلا. ومثلا ليه؟ انت فاهم ان الرجالة بس هما اللي اشقية؟ انا اعرف واحدة متجوزة بقالها 15 سنة وكل شهرين ثلاثة مع واحد ومخلفين عيال حلوين قوي زي هشام كده. عايز تقولي ايه؟ انت بتفكر لبعيد ليه؟ انا بقول مثلا. انا ما اقدرش اعيش مع واحده توافق اني اخونها لان ده بيديلها الحق انها تخوني. ده يبقى اتفاق غير مباشر بينهم على التساهل والصهيرة. انت بتشوف كفايه جلال. اشمعنى انت اللي شفتيه ده مش زي ما انت فاهمه؟ صدقيني. تعالى ننام. تعالى. كنت غيري من شهرتي ومن الستات اللي اعرفهم ده شيء طبيعي. لكن اخوني كنت تقولي لي تعالى انام جنبي؟
ده معناه انك ما بتحبنيش. تصرف غريب وخطير. مش الطافية، خد النفس كويس، طلعه من مناخيرك. ايوه كده. معلش معلش، هسه كده وخد كمان نفس واكتمه. كان يجرى ايه لو العالم ده اتخلق من غير ستات؟ ما كنتش هتلاقي حد تولده. قول لي يا سليم، انت طلقت مراتك ليه صحيح؟ الله، ما بلاش السيرة دي بقى. احكي لي بس، ما انت هترجع لقلب للصبح. كانت ليلة من ألف ليلة. استلقطت وقعت على أزاز كورفوازيه من اللي هي، وشككت كيلو تفاح على سجارتين متكوكين من اللي هم، وقعدت أنا كده وهي كده، كل ما نشرب ونمس تزيد في عيني جمال ولطافة، بوسة من هنا بوسة من هنا. وبعدين؟ كان هيغمى عليها. بتموت فيا. ها؟ من شوقي، من لهفتي، خدتها بالحب، قرصت عليها شوية، قالت لي أي خص عليك يا حسن. حسن؟ حسن مين؟ هو ده بقى السؤال اللي فضلت أسألها لغاية الصبح. ألسحها القلم وأقول لها حسن مين؟ أدبها البنية وأقول لها حسن مين؟ طلع النهار فرهطت وعرقت وبصوت ضعيف مبحوح ومكسر، قلت لها روحي روحي وانت طالبه. الحمد لله يا جلجل اللي ما خلفتش منها. تصور بقى لو كنت خلفت منها كنت هخفش غل في الواد، كنت هحطه قدامي واقول له مين حسن يا ابن الكلب؟ مين حسن؟ مين حسن؟ مين حسن يا ابني؟ مين حسن؟ مين؟ هشام فين يا زينب؟ نام مع والدته. ليه؟ هي قالت من هنا ورايح ينام معاها. حضر لك العشاء يا دكتور؟ لا لا، تصبح على خير. Thank you.
عارفه ايه اللي جرالي. مره واحده كل يوم سهر للصبح ويجي بيتطور. جلال بيشرب للدرجه دي؟ والله اعلم ايه اللي بيشربه. الكلام ده مش معقول ابدا. ده تمرجي العياده كلمني عشان يسال عليه. ليه هو ما بيروحش العياده؟ قفلها اسبوع. ليه؟ هو جرى ايه؟ الدكتور سرحان على طول وما بقاش عنده صبر للشغل. مش ممكن، لازم في سبب. بيشك فيا. بتقولي ايه؟ قال لي كده بصراحه. مناسبه ايه؟ من غير مناسبه. ابتدى ينام لوحده في اوضه المكتب، حتى هشام اللي راحوا فيه ما بقاش طايقه. ايناس. ايوه يا بابا. يكونش جلال يبقى معذور؟ هو فعلا معذور. معذور؟ ايوه، شغله يا بنتي، الحالات اللي بتمر عليه. فاكره موضوع الحامل اللي قال لنا عليه يوم عيد ميلادي؟ الست اللي بتحب جوزها وخانته، فاكره؟ دكتور جلال. الكشف جاهز. مين؟ سميرة هاني. في حد غيرها؟ ثلاثة كمان. طب اعتذر لي، دي له مواعيد الأسبوع اللي جاي، أجلي كل المواعيد. حاضر. عايز انام. بلوتك مظلوم. ومين الظالم؟ حرم المصون. بتحبها؟ ام عيالي. وهي بتغير عليا. منكده عليك. ليلاتي لازم فلاتي. مظلوم والله. حضر لنا شراب عناب بعدد الحاضرين وما تحسمش نفسك نفر. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ونص. اخزى الله يخيبك، انا هعده. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. مش ممكن، في واحد ناقص. احنا ثمانية، التامن راح فين؟ انت التامن يا ابو السلاطين. انا؟ نسيت نفسك وما عدتهاش كده.
نعد تاني. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. الله. خبر السويد. نحن زدنا واحد. السلطان ما تروق. أنت عديت نفسك مرتين. مرتين؟ بتقولوا مرتين؟ ليه؟ واحنا عددنا كام؟ ثمانية. طب نخصم اتنين من ثمانية يبقى الباقي كام؟ ستة. كويس كده. قد احنا بقينا ستة. اتنين راحوا فين؟ احنا اهو. انتوا مين؟ انا سليم. وانا حاسس. الحمد لله. انا مفيش حاجة تروح عندي في البيت ده ابدا. ولا ايه يا حسن؟ حسن حسن يا ابن الرفضي. عزيز الدكتور ما جاش عندك؟ ما جاش خالص. والدكتورة ليلى ما جاتش الأخرى. طيب شكرا. منزل الدكتورة ليلى؟ الدكتورة موجودة؟ لا انا اصلي اتصلت بيها بالمستشفى ما لقيتهاش. لا معلش هتصل بيها بعدين.
حبيب قلبي وحشني موت. انت كمان وحشتني يا بابي. يلا يا هشام ميعاد المدرسة. من اذنك يا بابي. مع السلامة حبيبي. اسمع انا هفوت عليك في المدرسة. عارف ليه؟ عشان ابوسك واشبع منك. يا اخي انا ما بشبعش منك ابدا. هشام صباح الخير. اهلا. انا مسافرة اسكندرية يومين. عشان هغير هوا. وهاخد هشام معايا. والمدرسة هاخد له اجازة. يلا يا هشام الدادة مستنياك. يلا عن اذنك. انت ايه حكايتك بالظبط؟ تسافري يسافر معاكي، تنامي ينام معاكي. لازم تفهمي ان هشام ابني زي ما هو ابنك. احنا هنفضل في النقاردة على طول؟ بتسألين انا؟ عندك حق، انا غلطانة. ابتديت تكره البيت وتسهر ليلاتي للصبح. انت مش مرتاح يا جلال. فعلا. والحل؟ الحل في ايدك انت يا هانم. الحل دايما في ايد الراجل. عايزاني اطلقك؟ اللي تشوفه. حاضر. هطلقك واخلص من قرفك. هشام هيعيش معايا طبعا. معاكي؟ طبعا. الام اقرب للطفل من ابوه. انت اللي بتقول كده. بقول ايه؟ انت متاكد ان هشام ابنك؟ متاكد طبعا. بتهيألك. انت بتنكتي؟ مش عارفك اني كنت مخلصالك. للاسف انك مش قادر تفهم. تعالي هنا. افهم ايه؟ انت غبي. إذا فرض واللي قلتيه ده صحيح، فهل معقول إنك تصرحي بيه بالسهولة دي؟ أنت عارفني كويس، ما بخافش من حاجة. ولا الفضيحة؟ الفضيحة أنت اللي هتعملها. أنا؟ إذا استمريت في عنادك. الكلام اللي بتقوليه ده جد؟ هشام مش ابني؟ تقدر تثبتي الكلام ده؟ كل اللي هعمله إني هعلن اسم أبوه الحقيقي. اسكتي! مع تفاصيل الخيانة إذا حبيت. أحسن لك تطلقني من سكات. أنا بحب جوزي ومش عارفة ازاي كنته لأول مرة. وسوء حظي. حسب حظي. من يومها وأنا حاسة إن الجنين جمرة نار بتحرق في جسمي وأعصابي. أرجوك يا دكتور، أرجوك تريحني منه. أنا ممكن أخليه وجوزي ما يعرفش، لكن انا عارفه، انا عارفه. هي شكة بسيطة قوي. خلاص خلاص. طيب يا دكتور سمير،
انا في انتظار في مكتبي، ارجوك اتصل بيه. طب حاجه ساعه علشان معلش وقت تاني. يلا مع السلامه. عشان ايه يا صاحبي خدناني الدم؟ عشان ايه يا صاحبي خدناني الدم؟ صباح الخير يا دكتور جلال. صباح الخير يا دكتورة ليلى. انا عاوز اتفرج على المستشفى يا بوب. تسمح تسيبهولي؟ انا هفرجه على المستشفى. طيب انا في المكتب. التحليل لا يؤكد ابدا انك ابو ابنك، لكن ممكن يؤكد انك مش ابوه. دكتور سمير وحالك؟ ايوه سمير. طيب انا في انتظارك. شكرا. نفرض ان فصيلة الام طلعت او والولد بي، لو كان الاب ايه يبقى محتمل يكون ابوه. ويحتمل ليه بقى؟ عشان في رجالة كتير غير الاب فصيلة دمهم ايه. مفهوم. بقى يا دكتور جلال، ستاف المستشفى كلهم بيقولوا انه احلى منك. كده دي حاجة تبسطني. انا اتفقت مع هشام نتغدى سوا النهارده. معلش احنا هنتغدى عند والدتي. ما دام عند الست الوالدة خلاص اتأجل انا بقى. يلا هشام على اذنك. وعامل ايه في المدرسة؟ شاطر. أوي؟ أوي أوي. مالك يا جلال؟ سرحان في ايه يا بابا؟ أول مرة أحقق في صورة والدي. ده أنا شبهه تمام. كلك هو، الخالق الناطق. من صغري؟ من وأنت قد كده؟ تقريبا وأنا عندي كام سنة؟ كم سنة؟ من قبل ما تكمل سنة. يعني كنت شبه والدي تمام؟ لا مش تمام، كان ناقص لك شنب. كل الأولاد بيطلعوا شبه أبوهم. أمال يا ابني، ولاد الحلال. طب واللي ما يطلعش شبه أبوه؟ يبقى واخد من والدته ولا من حد من العيلة. مش بيقولوا الولد لخاله؟ يعني زي هشام كده. وريني كده؟ يا أختي، هو جمال هشام على حد؟ لا صحيح حنينة، هو شبهي ولا شبه مامته؟ عايز الحق؟ هو في من المرحوم والدك كتير قوي. يعني ما فيهوش حاجة مني. يمكن الشعر، ولو ان شعر هشام احلى وانعم من شعرك. مش كده يا حبيبي؟ لا شعر ماما انا. ايه واحنا هنكذب على ربنا؟ اما هم استعجل ام محمد، احسن زمانكم جوعتوا قوي. انت متأكد ان هشام ابنك؟ ايه
افندم. اقعدي. لو قلت لك اني هسافر لندن تقولي لي الحقيقه؟ حقيقة ايه؟ انا بقالي ايام ما نمتش. انت عايزه توصليني ليه؟ انا مش هقدر استحمل اكتر من كده. الانسان مهما كان ارادته محدوده والنتيجه حاجه من اتنين، يا هتجنن يا انتحر. مش ممكن تنتحر. انا عايش لابني. تفتكر الانسان يقدر يواصل حياته من غير حاجه يعيش عشانها؟ يعني انت دلوقتي بترفع الراية البيضة؟ لا، انا بعرض الصلح. وايه شروطك؟ تقولي لي بصراحة الحقيقة، كل الحقيقة، واوعدك اني اسامحك. اعترف بجريمة ما عملتهاش؟ ما تخافيش، احلف لك بالله بابني، ده اذا كان ابني. مش هفضح سرك ابدا. مفيش راجل ينشر عاره على الناس. انت اللي اعترفت بالخيانة وانا منتظر التفاصيل. انت مستعد تصدق فيا ايه؟ الاخلاص ولا الخيانة؟ الاخلاص حالة لا يمكن اثباتها، لكن الخيانة ممكن اثباتها بسهولة. انت عايز تثبت ادانتي وتشهر بيا وتحطمني. انا ما اقعش في المصيدة دي. اذا كنت غلطت وخنتيني هطلقك وهتاخدي الولد طبعا. مش معقول هتمسك بطفل من راجل تاني. تصبح على خير. افتكرت لما سافرت اوروبا في مؤتمر قعدت 20 يوم، ولما رجعت لقيتك مصيفه في اسكندريه في كابينه ناس قرايبك. بعد ما رجعت بايام قلت لي انك حملتي في الولد. مين ابو الولد؟ انت. متمس على عيونك الكويسه. على راي المثل يا جماعه،
الضيف المجنون ينسطر ويقوم. ما هو بدري يا سحاب. معلش بقى ابو السلاطين، اروح بدري عشان اشقر على العيال. العيال فيه ولادي حبايبي، بذكر لهم عقبال عندك. واحد في الاعداديه، الثاني في الثانويه، الثالث في معهد السلنسلكي. قصدك الله سلكي؟ اسلم مخك. طب والرابع؟ رابع ايه؟ الولد الرابع. ماله؟ تعدي بمدرسة. مدرسة ايه؟ ده انا اللي بسألك. بتسأل عن ايه؟ خبايص من عن الولد الرابع فين؟ الولد الرابع انا مش عارف يا سلطان. ازاي ده؟ اصلا انا مخلف تلاتة بس. تصبح على خير. تمنان قطع دراعي، هتروح تلاقي العيال نايمين زي بعضه، يذاكر لمراته ويجيب لنا الحي للرابع. البنون زينة الحياة الدنيا يا اخويا. ايه العبارة يا سي جلال؟ ما هي حاجة تفطس من الضحك. بقى عايز تجيب العيل الرابع وتقول ولادي حبايبي. الله، طب وفيها ايه دي يا جلجل؟ يا راجل قول ولاد مراتي. مش فاهم. قول انت كل عيالك شبهك؟ لا، هما طلعوا مشكلين. اتنين طالعين سمر زيي، والتالت قمح لامه. طب والابيض؟ الابيض الابيض. الله، انا ما عنديش حد ابيض. هيحصل. الرابع هيطلع ابيض. انت قصدك ايه بالظبط؟ لا ما تدقش ده كلام ابن عم حديد. لا صاحبي، كل كلام له اصل. جوتا الشاعر الالماني الشهير قال: على الرجل ان يثق في بنوة اولاده. حد يقدر يثق في حاجة مدام الامر متعلق بست؟ ست؟ عارفين يعني ايه ست؟ ستات مش زي بعضيها يا سي جلال. كل الستات صنف واحد. جلال؟ عيب يا جلال. قال النبي حزقيال: من ذا الذي يستطيع ان يقول انا من صلب فلان؟ الاحمق الذي يقول هذا ابي. الله 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 الله. ما بقت ست وهم. افهم يا سلطان، انت حابس مراتك فوق ليه؟ عشان ما حدش يستجري يشوفها. ولا انت حتى بتشوفها. انا بشوفها بعقلي وقلبي. عندك حق. اللي عندهم عيون عملوا بيها ايه؟ عايشين عمي عمي. سليم سليم، انت فين يا سليم؟ سلامة نظرك. سليم مش هنا، ده سافر استراليا. راح يدور على حسن. لا لا لا، ده بيهرب من حسن. لا، مش قادر يفتح عينه في عين حسن. مين بيمدح علي؟ اهلا ابو علي. انست. الله يا انسك. انت السبب في عذاب البشرية. انا؟ انت اديك اللي كل الفراخ بتكاكي عليه. معلش يا حمد، حقك عليا، كلنا في الهوا سوا. انا ما اقصدكش انت بالذات. انا بطرح قضيه عامه. خلي يا سيدي الكلام علي انا. ايه الفايده ان اتجوز بنيه خالصه واشتغل واشقى واقول انا عايش لابني، وفجاه كل ده يبقى سراب؟ حياتي تسوى ايه لما يسحبوا روحي مني بضوافرهم؟ الشجرة الصغيرة اللي نبتت من ضلوعي، اللي عشت ارويها بدمي وحبي وعرقي، الشجرة اللي كنت بحلم في يوم من الايام اشوفها كبيرة في طولي وعرضي، يجي شخص وفي ايده سكينة حامية ويقطعها، يقطع شريان مني
الشريان اللي بيغذيني ويحييني. ده انا بموت وجسمي بينزل. رحمة الله عليه، مات مبسوط احلاها موته. اوعدني يا ربي بحق دعاء الوالدين اتسطل بالسطلة وغمض عيني ما فتحهاش. ودي يا برو، شيل النصبة وروق كويس، ما تسيبش اي اثر. حامد، حط ايدك في جيبه وطلع عنوانه وبلغ اهله.
اتكلمتوا كده ليه؟ عمر حامد ودي يا برنا 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 حامد برنا حامد ودي يا برنا برنا. بتصرخ على مين؟ ما جريو جريو طبعا جريو واحد ورا التاني. المصاطير الجمرة النجادب. وده ايه الملقح على الارض ده؟ وقعنا بالمحفوظ يا ماما وكبست على نفسه. ودي جثة اللي يمشي مع العيال. هدى انت رحت فين؟ جريت انت الاخرى؟ انا اهو واقفه ولا قاعده؟ قاعده. طب هتعمل ايه؟ دبريني. اطلع انت استريح وسيبهولي. هتعمل ايه؟ هدلك له قلب. ينفع؟ حجر. طب اوام بسرعة. بتقولي ايه؟ بقراله. طب اقريله كويس يا هدى. فوق يا حبيبي. سكتي ليه يا هدى؟ ها؟ مالك؟ سلطان ده رد فيه النفس يا سلطان، رد فيه النفس. شايفة؟ ايدك ابوسها كلك بركة. الظاهر كان متقل العيار شوية. طب يلا بينا بقى الليلة كده تروح بالليلة هصر. الليلة؟ مش ممكن. حلاوة ما ردت فيه الروح. طب انا حابة انزل اشقر عليه. لا انا ما عديش حريم يكشفوا على رجالة. الحمد لله على السلامة يا حبيبي، خضتني عليك. هدى 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 هو مات تاني ولا ايه؟ فقد الذاكرة، ما قدرش يواجه المشكلة فتغلب عليها بالنسيان. قصدك خلافه مع ايناس؟ ده جزء من المشكلة. والجزء التاني؟ ابنه هشام. هشام تتحبه حاجة حلوة؟ في كريم كراميل. تحت امرك. ايناس هانم قالت لك هو سابها ليه؟ مهما كان الخلاف كان لازم يشوف ابنه وافتكر له الحق. اسمع، انا بعترف ان بنتي جبارة ومتسلطة، لكن ايه يا اسماعيل بي؟ انت ما تعرفيش هو ساب البيت ليه؟ لانه شك في ابوته لهشام. مش يمكن هي اللي دخلت الشك في قلبه؟ هي
طب ليه؟ مجرد تحدي. في ستات لما تتزنق تعمل اكتر من كده. على حساب نفسها؟ حضرتك بتقول انها جبارة ومتسلطة. طب وابنها ذنبه ايه؟ الثعلب لما بيتمسك في مصيدة بيقطع حتة من جسمه عشان يهرب. الكلام ده بيننا وبين بعض. وما تقولش لحد ان احنا شفنا جلال، حتى هشام. لحد ما اتصل بيه. متر، الحساب من فضلك. محفظتك؟ أنا سايبها مخصوص. إن شاء الله الأكل يكون عجبك يا فندم. ممتاز. نحن بقى نيجي ناكل هنا كل يوم. أهلا وسهلا يا فندم، تشرفنا. الو، عاوز اكلم المتر صادق لو سمحت. صادق، انا الدكتوره ليلى. لقيتها؟ ميرسي. اسمع يا صادق، انا بتكلم دلوقتي من محل الا انجي. ايوه، الوراكم على طول. تقدر تجيب لي المحفظه لو سمحت؟ ميرسي قوي. انت كنت بتجري؟ شويه. اوعى اكون عطلتك عن الشغل. لا ابدا، انا خلصت شغلي وكنت مروح على طول. طب دقيقه واحده. عني؟ لا ابدا، دول مش تقال. لا معلش، بس ما يصحش. يلا اركب يا صادق. متشكرة يا فندم، انا متعود اروح ماشي. ودي معقولة؟ لازم اوصلك. البنسيون قريب مش بعيد. ارجوك ما تزعلنيش، تعال. مش معقولة يا فندم. يلا يا صادق وبطل حكاية افندم دي، قول لي يا دكتورة ليلى او ليلى بس. يلا. هو البنسيون بتاعك فين بالظبط؟ كفايه كده ارجوك. طب اسمع، انا عندي وقت، ما تيجي نروح نقعد في كازينو شويه. بس ايه ده، انت اللي هتعزمني؟ انا خلاص فلوسي خلصت. تحت امرك. بيبقى عندك شغل بالليل؟ على العشاء. عندك ايام اجازات؟ يوم الثلاث. طبعا بتتفسح وتهيص. ابدا. ولا بتروحش اي حته؟ ولا بتزور قرايب ولا معارف؟ صاد، انا ماليش حد. معقول في انسان ملوش حد؟ مالك يا صاد؟ الظاهر اخدت عليك خالص. اما انا اسالك اسئله شخصيه، سامحني، اصلي لتاته ودم تقيل. ابدا بالعكس. انت ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ باين عليك كنت متجوز. الناس قالوا لي كده. ناس؟ وانت مش فاكر اذا كنت اتجوزت ولا لا؟ بس يا عم، 100% عندك فقدان ذاكره. فعلا. يا بختك، ده انت ربنا راضي عليك. الحياه كلها عذاب. يا ريت الانسان كل ما تحصل له حاجه تزعله يفقد الذاكره ويبتدي حياته من جديد. ده النسيان يا صادق رحمه. انا موافق على الطريقه اللي انت ماشيه عليها، واذا قابلتيه بحد من اللي كانوا في حياته لازم يعاملوا زيك، ومحدش ابدا يقول له على شخصيته الحقيقيه، والا هيهرب منكم. طب يا ترى يا دكتور في امل انه يخف؟ عاوز افهمك حاجه، شفاؤه
سلاح ذو حدين. إذا رجعت له الذاكرة أحد الاحتمالين، يا إما ينتقم، وإذا ما قدرش في الحالة دي هيدمر نفسه. ينتحر يعني؟ أيوه. أما إذا مشكلته اتحلت تماما ممكن يرجع إنسان عادي زي ما كان. بس إزاي مشكلته تتحل؟ هو نفسه ما قدرش يحل. وبعدين يا طنط إحنا كنا فيه، مش الحمد لله إنه موجود. طيب إمتى هشوفه يا بنتي؟ أنا وعدتك خلاص. طيب أسمع صوت أمي معروف. حاضر، بس زي ما وعدتيني. حاضر يا بنتي، حاضر. ألو، أقدر أكلم المتر صادق من فضلك؟ ألو؟ ألو؟ مين بيتكلم؟ ألو؟ أيوة يا صادق، أنا ليلى، مش عارفة الخط جراله إيه؟ أنا متأسفة يا صادق، مش هقدر أجي النهاردة، معلش، سامحني، بكرة إن شاء الله. من فضلك عايزة فنجان قهوة. هقوم أعمل لك قهوة يا بنتي. ميرسي يا أمي. ألو، إسماعيل دي، أنا ليلى. ثانية واحدة. طيب هفهم هشام ايه بالظبط؟ ايوه ايوه، بس تفتكر الولد هيقدر ينفذ كل اللي بتقولي عليه ده؟ لازم. خلاص لا تطمني ليك عليا، احفظه الدرس كويس قوي. انت يا هشام كويس؟ ايوه يا كوكو. انا بقى هخليك تشوف بابي، بس هتعمل نفسك ما تعرفوش خالص. ايه؟ انا عارف يا حبيبي ان دي مساله صعبه عليك، بس انت ولد شجاع وجامد مش كده؟ ثانيا، الفه لما يكون عليها فتحه تبقى ايه؟ ها؟ تبقى ايه؟ فا فا ايه تبقى ايه؟ فا. فا. ولما يكون عليها سكون تبقى ايه؟ اف. اف. فهمت يا حبيبي؟ دلوقتي يا سيدي بقينا في مكان هادي، الجو لطيف والميه بتجري والعصافير بتزقزق فوق الشجر. كنت عاوز تقول لي ايه؟ مش معقول. ايه هو اللي مش معقول؟ انتي دكتورة وانا جرسون. نكتة دي صادق. انتي تعرفيني من الاول بمناسبة ايه السؤال ده؟ وبتحاولي ترجعيني للماضي. نعم، وايه كمان؟ الدكاترة قالوا لي ان فقدت الذاكرة عشان انسى فترة عذاب ما قدرتش اتحملها، وكان ممكن اتجنن او انتحر او ارتكب جريمة قتل. أرجوك ارحميني، أنا عايش لوحدي ومليش علاقة بأي حد، ومش عايز يبقى لي علاقة بحد. حتى أنا، رد علي. أنا أول ما شفتك ارتحت لك، لكن خايف. خايف من ايه؟ الماضي ما تجيبش سيرته خالص. والحاضر ماله؟ انا جرسون.
اشمعنى يعني ما قلتوش حاجة لما ملك انجلترا تنازل عن عرشه وتجوز واحدة من الشعب؟ تفضلش تقولي جرسون جرسون. افرض اني حبيتك من اول نظرة، ذنبي يعني؟ الحب بيخلي القلب يدق والعقل ما بيناقش التفاصيل، وانا مش هبل عشان ارجعك للماضي. مش يمكن سيادتك كنت وزير ولا مليونير؟ ساعتها حجري وراك مش هتعبرني. انت اجازتك بكرة، انا عزمك على الغدا عند عمتي، عندك مانع؟ بس الاول هنفوت على هشام في المدرسة ناخده معانا. ايه؟ هشام مين؟ عمتي تبقى سته، واسماعيل بيه اللي شفته معايا في المطعم يبقى جده. يا هشام، امال ليه قلت لنا انه مات؟ اسمع يا هشام، بابا ما ماتش. اصل ماما كانت قالت لي كده وكنت قلت لاصحابي. لا يا حبيبي، هو مسافر وهيرجع تاني. طنط ليلى قالت لي كده. عليك المدرسه عرفته ازاي؟ ابدا، ولد زميله ندى عليه عرفته من اسمه. انكل صادق يا هشام. طب يلا بينا عشان نتغدى. عارف هنروح عند مين؟ عند تيتا. والله لا 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 لا، مش كده امال. بقى هشام الصغير فهمناه الدرس وحفظه، تقوم انت. ما هو مش معقول اشوف ابني قدامي واعمل معرفوش. قومي امسكي اعصابك، قومي انت افتحي الباب وانا هدخل جوه دلوقتي. كلمتني كتير عنك. هي فين امها؟ بتركن العربية وجاية حالا. ده جدي هشام. عارفة يا تيتا، انت صادق بيقول ان بابا ما ماتش؟ لا يا حبيبي، ما ماتش ما ماتش، ما تصدقش حد يا هشام. مش كده يا حبيبي؟ ايوه. عشان خاطر يا هاني ما تعيطيش. حاضر يا حبيبي. يا جماعه يا جماعه، انا عصافير بطني بتصلصل. اهلا يا صادق. احنا هنتغدى ولا دي اشاعه؟ حالا. سعيده يا طنط. اهلا. خفت عليكم؟ معلش. هي يا طنط، شفتي صادق؟
مش بذمتك دخل قلبك. وانت يا صابر ايه رايك في طنط؟ حاولين. يا ريت كان ليا ام زيها. ما هي امنا كلنا. ربنا يخليها. عن اذنكم. وبعدين احنا اتفقنا على ايه؟ مات زعلان؟ لا يا حبيبي. انت حافظ غني وتضحك؟ لا. طب قول كده ورايا. اضحك 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 اضحك. ليه تتضايق وتزعل وتكذب؟ اضحك دايما وافرح والعب. ليه تتضايق وتزعل وتكذب؟ اضحك دايما وافرح والعب. اضحك 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 اضحك. لا نضحك. انت ما بتذاكرش ليه؟ ذاكرت يا ماما. طب قوم اقفل للصوالة دي وذاكر. انت لازم تطلع الاول فاهم؟ بتوقف عليها دراستي. ازعل لا اتضايق لا خير يا ست هاني. اهلا عم صالح. سي هشام مشي. مين فات عليه؟ البيه الدكتور. دكتور مين؟ ابوه الدكتور جلال. انت متأكد؟ الا متأكد، وانا مش هعرف البيه الدكتور كمان. مبسوط اكتر انه ابتدى يهتم بالولد ويحبه، يعني باختصار بيعترف بابوته. يا ست ايناس هانم يا عظيمه. مستحيل هخليه ياخد الولد مني. ابوه جايبه من صلبه. هو قال لك كده؟ انت اللي قلتي ولا انت خاينه؟ انا اقسم بالله انك شعرت غلطتك، ويا ريتها غلطه، دي جريمه، ومن جبرك مش عايزه تعترفي. طول عمرك ما تريش للذنب. نفسي مرة أشوف في عينيكي دمعة ندم واحدة. يا جبارة يا متسلطة. هو ساكن فين؟ هو مين؟ الدكتور. عايز ده ليه؟ وهتشوف لما يشوفني هيجرى له إيه؟ النبي والله العظيم ما هيعبرك. أنا؟ طبعًا، هو دريان بيكي، ده نسكي خالص. وهيتجوز ليلى، مش كده؟ شفتك بتكلم.
هكلمه تاني هقتلك. فاهم يعني ايه؟ هقتلك. محدش لدى عربية. بدل ما تدوري عليه من حوالي مرتين. هو بيتغدى كل يوم في مطعم علاء الدين من 10 كمان. هو ده المكان اللي تمني فيه. فندم هات اي حاجه. ايه اللي يعجب حضرتك؟ مش مهم اي حاجه. هات في ليه؟ تحب سيادتك جنبه ايه؟ هات اي حاجه جنبه. مفيش فايدة يا عاصم. كلم يا اسماعيل، يمكن اقدر اساعدك. مفيش فايدة. على العموم انا كتبت له على حبوب مهدئة، لأنه لازم يقضي معظم وقته نايم. وفي الأوقات اللي يصحى فيها، مفيش داعي لحد يزعجه أو يسيره. شكرا يا عاصم. وعلى العموم إذا احتجتني، فأنا تحت أمرك في أي وقت. شكرا. شفتي جلال بقى ايه؟ وهشام. ماله هشام؟ مسكين حملناه فوق طاقته. بقى يشوف ابوه قدامه ويقول له يا انكل. كلمة بابا تبقى على لسانه ومش قادر يقولها بيحوشها. اتحرم من اجمل كلمة يقولها طفل لابوه. كان فاكر انه هيسترد ذاكرته وبيعرفه ويندهله ويقول له انا ابوك يا هشام، لكن انت حرمتيه من الامل ده. استني هنا. ممنوع تشوفيه. لازم يستريح الولد ليل ونهار من غير ما حد يزعجه، فاهمة؟ يمكن ينسى زي ابوه. قول لي يا شاطر. نعم. انت تعرف هشام؟ هشام جلال؟ ايوه. ده عيان وبقاله يومين ما بيجيش. انت عايز تقضي عليه؟ لازم اشوفه. لا تشوفيه ولا تكلميه.
ما اقدرش استحمل، ما اقدرش. سويس هو نام دلوقتي. طب خش انت. تعالي هنا، انت رايحه فين؟ هروح لجلال، هترجع، هبص ايده، يجي بس يشوفه، هعترف له بكل حاجه، هفهمه اني كذبت، غلط، كنت مجرمه. مش هيفهم منك حاجه، مش هيفتكر كلمه من اللي هتقوليه. هشام، هشام ملوش حس، ابني مات. اسكتي. اسماعيل بيه موجود؟ ايوه موجود. اتفضل. اهلا يا صاحبي. اهلا. اتفضل. اهلا اسماعيل بيه. انا ايناس، مش فاكرني. مش حضرتك جيتي عندنا في الريستوران؟ تعال يا صادق اقعد. المؤاخذة اسماعيل بيه جاي من غير ميعاد، اصل سمعت ان هشام عيان. بكره يخف ويبقى كويس. اقدر اشوفه؟ لا هو نايم دلوقتي. هشام استني هنا. هشام بابي. هشام بابي. هشام انت بابي. اضحك ليه تتضايق وتزعل وتغضب؟ اضحك دايما وافرح والعب. مخلصالك. للأسف إنك مش قادر تفهم. هشام مش ابني؟ تقدر تثبت الكلام ده؟ كل اللي هعمله إني هعلن اسم أبوه الحقيقي. اسكتي! مع تفاصيل الخيانة إذا حبيت. أنت متأكد إن هشام ابنك؟ متأكد طبعًا. بتهيألك.
ايش عرفك اني كنت مخلصه لك؟ هشام مش ابني؟ تقدر تثبت الكلام ده؟ كل اللي هعمله اني هعلن اسم ابو الحقيقي. هعلن اسم ابو الحقيقي. اسكتي. افتكر. اسكتي. افتكر. اسكتي. بابي. بابي. ابني. بابي. هشام. بابي. هشام. بابي. وصلتوا لغايه فين في المنهج؟ حضرتك احنا الاسبوع الجاي نكون خلصنا المنهج كله. وباقي السنه هتعملوا فيها ايه؟ هنراجع اللي احنا حفظناه. كويس كويس. نجيبه، انت ليه بتمنعي الاولاد ان هم يروحوا الحمام؟ انا يا فندم؟ ابدا، في حد يا اولاد عايز يروح الحمام؟ واضح ان هما ما دخلوش الحمام بقالهم سنه. بيخف عليهم شويه يا نجيبه. سفريه امريكا هتطير مني السنه دي لو سقطت في الترم ده. شرط ابويا ان انجح عشان يخليني اطلع عند خالي في امريكا. عليك وعلى نجيبه، هي اللي هتظبطك. وبمناسبه ايه ان شاء الله؟ بمناسبه انها بترسم عليه. بترسم عليا؟ ازاي يعني؟ انا عرفت من لميا صاحبتها انها عايزه تتجوزها. يا نهار اسود، اقصر على نفسك لمونه وخش عليها. وانا هبص لو واحده مجنونه زي دي ازاي؟ اسمع يا بولبي، مش نجيبه دي اسمها بيبدا بحرف النون؟ اه، والبعيد حضرتك بتبدا بحرف النون. اوكي، تبقى خلصت يا معلم. مش فاهم. تقعدوا جنب بعض في لجنه واحده وهي تظبط لك الامتحان. وهي هترضى تغششني؟ دي يغمى عليها من الفرحه لو طلبت منها اي حاجه، بس انت تسبل لها. اسيب لها ازاي يعني؟ احبها؟ لما يبقى جنبك موز زي ده في الامتحان يبقى انت اكيد عديت السنه دي يا معلم. وسفريه امريكا ما راحتش عليك يا ابن المحظوظ. اي اي دنيا، حد شاف نجيبه؟ وانت بتسال عليها ليه؟ عادي يعني. في متحف الكليه. اوكي ثانك يو. ايه رايك في المفاجاه دي؟ نبيل، انا شايفك مندمج مع الكوتش اندماج جامد قوي. مين ده؟ دماغي خفره. خفره؟ خفره، انا زي اللي سمعت الاسم ده قبل كده. ايه ده؟ انت ازاي في كليه اثار ما تعرفش مالك خفره بين الهرم الاوسط؟ ربنا يفتح عليك يا شيخ. بصي بقى، انا فتحت موقف موضوعنا وقلت لنا في واحده عاوزه تتجوزني. قالت لي لسه لازم تنجح في الاول وبعدين نتكلم في الموضوع ده. طب كويس، يعني هي ما عندهاش اي اعتراض، ايه المشكله؟ انجح ازاي بس؟ يعني سيبها على ربنا. يا نبيل، العلم هو الوسيلة الوحيدة الذي يرتفع بها شأن الإنسان إلى مراتب الكرامة والشرف. نعم؟ من دعائم الديمقراطية أن تعبر عن رأيك بحرية تامة. الكلام ده أنت جايباه منين؟ في ظهر أي كتاب من كتب الوزارة هتلاقي مكتوب إرشادات مفيدة جدا، لازم تحفظها طم. يعني مثلا لو قريت الإرشاد رقم 9، التدخين يدمر الصحة ويبدد المال، أكيد ما كنتش هتدخن. وانا عمري قريت اللي في الكتاب لما هقرا اللي في ظهره ده. هم 10 ارشادات بس، تحب اقولهم لك تاني؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك. خلاص ميرسي ميرسي. خلاص ارشادات الوزارة يا نجيبة، وعايزاه يخطبك. اه وعايزاه يخطبك. اه عشان واحد زي نجيبة يخطبك لازم تلفتي نظر يا نجيبة. اعمل ايه يعني؟ يعني تعملي لوك جديد، تعملي ميك اب ريل ستايل وموزه. يس، يعني احط له الميك اب عشان يتجوزني؟ ما انا بعد جوازها هشيل الميك اب. خلاص يبقى هو كده اتدبس. اتدبس؟ بس انا ما احبش اضحك على حد. طب خلي بقى ارشادات الوزاره دي تنفعك. اه خلي بقى ارشادات الوزاره دي تنفعك. بس انت قلتي لي اقول له كلام